السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مادة العلوم العامة. درسنا الجديد في مادة الكيمياء بعنوان المحاليل الأساسية. لنتعرف على المحاليل الأساسية. لدينا المحلول NH4OOH هيدروكسيد الأمونيوم، والمحلول KOH هيدروكسيد البوتاسيوم، والمحلول CaOH2 هيدروكسيد الكالسيوم، والمحلول NaOH هيدروكسيد الصوديوم. فنلاحظ من هذه المركبات المحاليل، نلاحظ أن الأيون المشترك في هذه المركبات هو هيدروكسيد، إنه يدعى هذا الأيون المشترك للأساس وهو OH سالب، ويكسب هذا الأيون خاصيات كيميائية مشتركة. إذن نعرف الأسس. الأسس هي مواد كيميائية تعطي في محاليلها المائية أيونات الهيدروكسيد السالب OH سالب. إذن من يعرف لي الأسس؟ هي مواد كيميائية تعطي في محاليلها المائية أيونات OH سالب. نعم أحسنتي. ومن خاصيات الأسس أنها هي ذات طعم قابض أي مر، وذات من خاصية أيضا ثانية ذات ملمس صابوني. عندما نضع المحلول الأساسي على يدنا فنلاحظ أنه ذات ملمس صابوني على اليد. إذن لنأخذ بعض الأمثلة عند تفاعل المركبات في مركبات الأسس في المحاليل الأساسية. لنأخذ مركب المحلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH. عندما ينحل محلول هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء فإنه يتفكك أي يتأين إلى البوتاسيوم موجب، ويعطي أيضا هيدروكسيد السالب. لنكمل المحاليل هيدروكسيد الصوديوم. من يعطي ناتج هيدروكسيد الصوديوم عند انحلاله في الماء؟ ماذا يعطي ناتج هذا المحلول؟ سي ان او موجب بيعطينا زائد او اتش سالب. نعم، يعطي ان او موجب الصوديوم ايون موجب والهيدروكسيد السالب. اذا المعادله الثالثه من يكمل ان اتش 4 او اتش عندما ينحل في الماء ماذا يعطي؟ ماذا ينتج؟ نعم لين NaOH Na زائد OH. عند المعادلة NH 4 OH هيدروكسيد الأمونيوم. NH 4 زائد OH NH 4 ناقص OH ناقص يعطي الأيون NH4 الموجب أيون موجب زائد OH أيون سالب. نلاحظ أن الأسس المحاليل الأساسية هي مواد كيميائية تعطي في محاليلها المائية أيونات هيدروكسيد هيدروكسيد السالب EOH عفوا OH سالب، أي عند تفككها مع العناصر سوف يعطي هيدروكسيد السالب وأيون أيضا موجب. لنكمل المعادلة الرابعة CA
او اتش 2 هيدروكسيد الكالسيوم. من يكمل هذه المعادلة؟ نعم سلام. نعم لنكمل المعادلة COOH2 هيدروكسيد الكالسيوم، ماذا يعطي عند انحلاله في الماء؟ CCO زائد OH2 CO زائد CO بيعطي عن قوس OH2 CO. إذن لنستخدم الأيونات عند تفكك محلول الأساسي هيدروكسيد الكالسيوم فينتج لدينا CO بالقوة زائد 2 أيون موجب 2 زائد 2 هيدروكسيد زائد 2 OH سالب. لننتبه هنا إلى عدد الوظائف، عدد الوظيفة عند هيدروكسيد الأساسي، فإنه يحوي على 2 من هيدروكسيد وأي 2 أيون من الهيدروكسيد. وحتى تتوازن المعادلة فإن الشق الموجب للكالسيوم هو 2 موجب حسب التكافؤ. إذن المعادلة الخامسة MgOH2 هيدروكسيد المغنيسيوم، من عند انحلاله في الماء ماذا يعطي؟ سي ام جي زائد 2 او زائد او اتش ناقص زائد 2 او اتش ناقص. نعم احسنتي. اذا والايون عند المنجنيزيوم ماذا، كم قوة الايون عند المنجنيزيوم؟ ان سي 2 موجب. 2 موجب، احسنتي. سي 2 2 موجب، ام جي 2 موجب يشمل ايونين من المغنيسيوم زائد 2 او اتش سالب. لنلاحظ حل المعادلات ان او اتش عند انحلاله في الماء يعطي ان او موجب زائد او اتش سالب. عند الصوديوم ينحل في الماء فيعطي شق الموجب للصوديوم وشق سالب للهيدروكسيد. وأيضا عند هيدروكسيد الأمونيوم فعند انحلال الماء فيعطي NH4 موجب زائد OH سالب. أيضا عند هيدروكسيد الكالسيوم CaOH2 عند انحلاله في الماء فيعطي Ca هو 2 موجب زائد 2 OH سالب. نلاحظ هنا عدد الوظائف عند الأسس 2، عدد الوظائف للأساس 2، فإن الشق الموجب للعنصر الآخر يكون 2 موجب. وأيضا عند المنجنيزيوم هيدروكسيد المنجنيزيوم فيعطي المنجنيزيوم زائد 2 زائد 2 OH سالب.